Number 11. Games from and for Mesopotamia. Lana Haddad. Lana Haddad is one of the spotlight Iraq grantees in 2019. She developed the board game using her tools as an archaeologist. End of November 2019, Amin and me went to Erbil to join the Spotlight Iraq showcase. Amin was one of the spotlight grantees as well. We were very curious, especially to find out more about Lana's game. So Amin sat down and started to play with Lana. To play this strategic game needs time, which we didn't really have. I had to pull him away from his joyful experience with Lana because he had his own presentation in the showcase. In games from and for Mesopotamia, Lana talks about her two-players board game Obilum, the Assyrian Empire. Two kings, Ashurbanipal and Senmacherib, but only one empire can succeed. Your goal of the game is to become the king with the largest empire. Five main cities of the Assyrian Empire were introduced on the board, which needed to be settled and built: Ashur, Kalkhu, Dushadukin, Nineveh and Arba'in. Building an empire is not as easy as it looks like in the movies. As a king, you need to be strategic, planning your actions but also willing to take risk. In one round, you build a big city, and another round, all your efforts can be destroyed by the other players. The accompanying book not only provides detailed information on how to play the game, it provides the reader with context and detailed information on the characters, as well as historical background on the five cities. Why you don't try it out? شو يسموها ال لا الزار حتى تعرف ايش قد خطوات تروح بس يعني لازم تخليها على الطاولة وتطلعهن مثل الطاولة يعني بس ابسط شيء بس هي هاي تشوف يعني لعبة استراتيجية بشكل عام عندها علاقة ويا الناس يفكرون لانه هي اللعب مو بس ما تقضي وقت وش اسمه تتونس بيها لازم تفكر بيها لازم تفكر بعيد أي. لازم تفكر للمستقبل اوكي شنو هسه هاي اللعبه خمس مدن موجوده اشور كالخو دور شاروكين نينوى واربيل اي اوكي وهذا نهر دجله امبراطوريه الاشوريه انه شلون نبني هاي المدن سوية واللي يفوز اللي يسوي يعني أكثر مدن ويسويها مملكة بالضبط هي يعني أوكي. أنت هنا ملك نبلش بمدينة آشور أوكي. ويصير شو اسمه يعني حرب بيناتنا أوكي. هي يعني شو اسمه التاريخ بلاد الرافدين كلش عظيم وكان اكو هواية امبراطوريات يعني هي اذا هسه تسال اي مواطن عراقي على التاريخ وعلى التراث يقول لك اكد سومر اشوريين بس بعدين معلومات اكثر ما عندهم بس هي كان اكو مثلا وارتو اللي تبدي من منطقه راوندوس للارمينيا وكانوا دائما يعاركون ويا الاشوريين يتعاركون ويا الاشوريين بحروب اي او كانت اكو همنا الميتانيين اللي كانوا العاصمه مالتهم بسوريا اللي هسه موجوده بسوريا اوكي يعني حبيت يعني بهاي اللعبه الناس يقدرون يرجعون للعلم الموجود على الاثار لانه اذا انت كما تروح للتاريخ للزمن القديم راح تقدر تتعلم على نفسك على نفوسك وهذا الوقت هم قصدك على تاريخ بلدك وش اسمه تاريخ بلدك بس هم من تاريخ الانسان لانه شلون مكان اذا واحد يشوف الاحداث اللي صارت وايا مره تشوف الاحداث يعني تنعاد تعيد نفسها اي يعني هسه اذا اشوف الامبراطوريه الاشوريه ايش قد اشياء يعني عظيمه جابوا بس نفس الوقت هم منا جابوا ظلم هم منا لأنه الإمبراطورية مو بالسلام وبالوردة انكبرت
يعني هم راحوا وحاربوا وغير مكاين وقتلوا ناس منه، بس هم من نفس الوقت خدموا بلدهم، وهاي هي بالحياة موجودة. يعني كل مرة نشوف خلصت؟ خلصت.